السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إن شاء الله يوم الأحد الساعة 10 صباحا غتكون حصة مجانية بمعهد تطبيقات حي السلام مدينة أكادير. وبطبيعة الحال مرحبا بالتلاميذ اللي كاينين في مدينة أكادير والنواحي كل يوم يحضروا هذه الحصة المجانية هذه. وبطبيعة الحال محتوى الحصة غيكون حول دراسة الدالة، يعني غنتعلموا طريقة إنشاء المنحنيات خطوة بخطوة، وغنتعلموا أيضا طرق الإجابة على الأسئلة ديال دراسة الدول. إذا كما كتعرفوا الأغلبية كيلقاو مشكل في دراسة الدول، خصوصا أنهم بقاو الامتحانات الوطنية هذا الوقت دابا اللي بقى راه غيجري دغيا ماشي بحال الدورة الأولى. هادشي علاش خصنا نبقاو نوجدوا مزيان يعني نستعدوا لهذا الامتحان اللي ما بقى ليه والو ان شاء الله. اذا هذه الحصه كما قلت يمكن لي يحضر ليها الناس اللي دايرين باك ليبر اللي عندهم بطبيعه الحال متبوعين بالوطني، او الناس اللي كيقراو رسمي اللي دايرين بيوف، او اللي دايرين عربي ماشي مشكل كنشرحوا عربي فرنسي، الهدف هو نفهموا ان شاء الله. اذا اللي بغى يحضر المعاد كاين بحي السلام مدينة أكادير بالضبط حدا الرومبا ديال السلام. اللي ما عرفش المكان بالضبط غيوقف حدا الرومبا ديال السلام، غيسول على مقهى تيغمرت راه غيمشي حداها، وديك الساعة راه غيبان ليه المعاد ديال التطبيقات قدامه. إذا شكرا لكم وإلى اللقاء.